وسط حضور جماهيري محترم انطلقت بالمركب الثقافي الصحبي المسرتي بالكاف فعاليات مهرجان المدينة بعرض صوفي لعيسوية الكاف. عرض العيسوية يعتبر من أهم الطرق الصوفية والعروض التراثية بولاية الكاف، حيث يستقطب جمهورا من مختلف الشرائح العمرية تزامنا مع شهر رمضان المعظم. عسر ديما عيسوية الكاف الموعد، وديما متألقين، وديما هم اللي نحوا علينا الراحة وكل شيء. حقيقة بالنسبة لي أنا مهرجان بيهتم معنى الكلمة، تنظيم، استقبال، استقبال رائع. إن شاء الله نعدوا سهرية ممتازة مع مهرجان المدينة بالكاف. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية أكدت سعيها خلال الدورة الحالية إلى الانفتاح على فناني الجهة من خلال الاقتصار على المجموعات الموسيقية والفرق المسرحية بالجهة وتشريكهم في تأسيس فعاليات هذه الدورة. المهرجان يمتد من يوم 3 أبريل إلى غاية 13 أبريل. العروض اللي وقع اقتناها السنة هي وقع تركيز على أبناء الجهة، العروض المتميزة، العروض الجديدة ما وقعش بثها قبل. السنة البرنامج متنوع، فيها الصوفي، فيها الفرجة والغنائي، فيها المسرح، فيها الطربي، فيها الفن الشعبي، وفيها المسرح بشقيها الفكاهي والغنائي. كذلك المهرجان السنة انفتح على مؤسسات خارجية، وقع برمجة عروض بالمركز المسنين، كذلك بالسجل المدني، إلى جانب المبيت الجامعي سيكافينيري. وتتواصل هذه التظاهرة إلى غاية 13 من شهر أفريل الجاري، وستشهد تنظيم سهرات موسيقية ومسرحية في عدة فضاءات أخرى كالمبيتات الجامعية ودار المسنين والسجن المدني.